تنطلق هذه الليلة على تمام 11:30 مساء الجولة الثالثة من دوري تفادي الهبوط الليبي لكرة القدم، حيث يستقبل المتصدر الرفيق نظيره النجمة على أرضية ملعب طرابلس الدولي بإدارة الحكم محمد مبيص، فيما يحل الترسانة ضيفا على متذيل الترتيب نجوم جدابية على أرضية ملعب بنينة تحت قيادة الحكم عبد الباسط شهوب. تلقى رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج رسالة رسمية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو، يعبر فيها عن تفاؤله برفع الحظر عن الملاعب الليبية وتمكين فرقها من خوض منافسات كرة القدم للأندية والمنتخبات على أراضيها وبين جماهيرها في أقرب وقت ممكن. توج فريق الصقور بطبرق بطلا لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم عقب فوزه على منافسه فريق أمل ترهونة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه لاعبه يونس الصاوي في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب شهداء بنينة بمدينة بني غازي. يذكر أن 4 فرق صعدت لدوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل، وهي الصقور والأمل بترهونة والطيران والملعب الليبي. ذكرت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن المدير الفني لنادي إنتر ميلانو لوتشانو سباليتي اقترب من تجديد عقده مع النادي عقب التأهلي إلى منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن النادي بصدد عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس لإعلان تجديد التعاقد رسميا مع المدرب السابق لروما حتى عام 2021. ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن من المفترض وصول مهاجم نادي راسينج كلوب الأرجنتيني اليافع لاوتارو مارتينيز إلى مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك لغرض إجراء الفحص الطبي التقليدي تمهيدا لانتقاله إلى صفوف نادي إنتر ميلانو الصيف المقبل. ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية المقربة من نادي يوفنتوس أن نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم ألفارو موراتا التقى بالمدير الرياضي لنادي السيدة العجوز فابيو باراتيتشي أمس الأربعاء، وذلك بأحد مطاعم مدينة ميلانو، الأمر الذي رشح قرب عودة اللاعب إلى مدينة تورينو مجددا. يذكر أن مهاجم تشيلسي الحالي أعرب في وقت سابق عن عدم ارتياحه في نادي العاصمة الإنجليزية.